السلام عليكم سامح، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله في مادة الرياضيات رح نبدأ بدرس جديد وهو الضرب في 10. قبل ما نبدأ يا ثالث بالدرس، مراجعة سريعة لمضاعفات العدد 10. 10 في 1 وتعطيني 10، 10 في 2 20، 10 في 3 30، 10 في 4 40، 10 في 5 50، 10 في 6 60، 10 في 7 70، و10 في 8 80، و10 في 9 90، أما 10 في 10 100. نبدأ مراجعة سريعة يا ثالث لجداول الضرب اللي أخذناهم مسبقاً. طلع أمامك لنجد، انظر أمامك لنجد جملة الضرب. لدينا هنا ثلاث مجموعات، واحد اثنان ثلاثة، ولدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، أما هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. هنا داخل كل مجموعة يا ثالث واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. إذا جملة الضرب هي ثلاثة في عشرة، والناتج سيكون 30. أما هنا ست مجموعات، داخل كل مجموعة واحد اثنان، إذا ستة في اثنان والناتج هو 12. وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة، إذا جملة الضرب خمسة في خمسة والناتج 25. بعد مراجعة سريعة لجدول الاثنين وجدول الخمسة يا ثالث، والجدول اللي رح ناخذه اليوم هو جدول 10، لنبدأ بدرسنا. تعلمنا قاعدة يا ثالث في جداول الضرب، وهي أنه أي عدد مضروب في واحد يكون الناتج العدد نفسه. وأيضا يوجد قاعدة سنتحدث عنها اليوم، أن الصفر في الضرب يبقى كما هو في الناتج. الصفر في الضرب يبقى كما هو بالناتج، يعني الصفر لما بشوفه يا ثالث دائما بنزله بالناتج. أول شيء لما بشوف بجملة الضرب عندي صفر بنزله قبل ما أبدأ بضرب أي عدد في عدد، تمام؟ يبقى الصفر مسيطر كما هو. انظر للمثال أمامك، اشترى عمر ثلاث قمصان، ثمن الواحد منها 10 دنانير، كم دينارا دفع للبائع؟ لدي ثلاث قمصان، ثمن القميص 10 دنانير. أولا يا ثالث في الضرب الصفر عندما أراه أضعه في الناتج في منزلة الآحاد كما هو. وأي عدد أخذنا في الدرس الأول نضربه في واحد يبقى الناتج العدد نفسه، إذا 30. 30 دينارا دفع عمر للبائع. يمكننا يا ثالث في الضرب إيجاد الناتج عن طريق العد القفزي والأنماط. في ضرب العشرة يمكننا إيجاد الناتج عن طريق العد القفزي والأنماط، وأيضا يا ثالث تمثيل الصورة مثل ما اعتدنا سابقا. أربع علب ألوان في كل منها 10 أقلام، يعني عندي أربع علب ألوان في كل علبة 10 أقلام ألوان، ما عدد الأقلام في العلب جميعها؟ يمكننا إيجاد الناتج يا ثالث عن طريق العد القفزي، من خلال خط الأعداد نقفز عشرات مثل ما اعتدنا في جدول الخمسة وجدول الاثنين. جدول الاثنين نقفز اثنينات، جدول الخمسة نقفز خمسات، أما في جدول العشرة نقفز بمقدار 10 في كل قفزة، تمام يا ثالث؟ إذا العد القفزي سيكون 10 20 30 40. قفزت 4 مرات لأنه لدي 4 علب ألوان، في كل قفزة 10، سيكون الناتج 40، وجملة ضربي هي 4 في 10، أو من خلال استعمال النمط. استعمال النمط يا ثالث يكون عن طريق مثل ما تعودنا، الصفر بيكون بمنزلة الآحاد، أول ما أشوف صفر بنزل بمنزلة الآحاد كما هو، وأي عدد يضرب بواحد يكون الناتج العدد نفسه، أو الأعداد نفسها بتحطها في كل مرة في منزلة العشرات. أتحدث كيف أجد ناتج ضرب عدد في 10؟ إذا لنكتب الإجابة، أضرب العدد في العدد من العشرات وأضع صفرا على يمين الناتج في الآحاد، لنكتب الإجابة، أو يا ثالث باختصار عن طريق استعمال النمط أو العد القفزي.
وأضع صفرا على يمين الناتج أي في منزلة الأحد. إذا هذه هي الإجابة. ننتقل يا ثالث معا إلى صفحة 67. لدي هنا ناتج ضرب 2 في 10، سيكون الناتج 20، أحسنتم. وهنا 6 في 10 60، نضع الصفر على منزلة الآحاد والرقم يبقى في منزلة العشرات كما هو. هنا نضع الصفر، وسبعة في واحد، أي رقم يضرب في واحد يبقى الناتج كما هو، يبقى الرقم كما هو، إذا 70. ثمانية في عشرة الصفر ما ننساه، وثمانية في واحد ثمانية. تسعة في عشرة الصفر يبقى كما هو، وتسعة في واحد تسعة، أي رقم يضرب في واحد يكون الناتج نفسه. هنا لدي صفرين يا ثالث، أحطهم أول شيء عشان ما أنساهم، وواحد في واحد يكون الناتج واحد، إذن 10 في 10 والناتج 100. سؤال 7. طلبت معلمة التربية الفنية إلى طالباتها تصميم لوحة من طبيعات أيديهم. كم إصبعاً في 6 أزواج من طبيعات الأيدي؟ إذن لدي 6 أزواج. إحنا بنعرف يا ثالث إنه كف الإيد في 5 والإيدتين 10 أصابع، إذن 6 في 10. 6 أزواج فيهم 10 أصابع. والناتج 60. حل المسألة. برر. ركض سامي 7 مرات على مضمار سباق طوله 10 متر. أي الجمل الآتية لا تعبر عن المسألة، وأبرر إجابتي. هون بحكي لي يا ثالث سامي ركض 7 مرات في مضمار سباق طوله 10 متر. انظر هون للجملة أمامك، 7 زائد 10. نشوف إذا هي صح أو لا من خلال مقارنتنا في الجمل الباقية. 7 في 10 الجملة صحيحة. وهنا جمع متكرر، جملة الجمع المتكرر كررت العشرة 7 مرات، إذا الجملة صحيحة. الجملة الغير صحيحة هي 7 زائد 10، لأن الناتج سيكون 17. إذا نكتب التبرير، هاي هي الجملة الغير صحيحة، ضع دائرة عليها يا ثالث، والتبرير 7 مرات. والتكرار يجب أن يكون ضرب. إذن 7 مرات تكرار، والتكرار يجب أن يكون ضرب يا ثالث. نكتب 7، ها هي. إذن 7 مرات تكرار، والتكرار ضرب. هكذا نكون انتهينا يا ثالث من الدرس الثالث في وحدة الضرب، وهو الضرب في 10. دمتم بخير وأراكم في الحصة اللاحقة.